70% من احتياجات السوق الوطنية للدواء تصنع محلياً، نسبة تعكس التقدم الذي أحرزته الجزائر في المجال بفضل تذليل العقبات أمام المنتجين والمستثمرين. كاينه تكنولوجيا الحمد لله، دوك الانسولين راح يديروها في الجزائر، لابيوتيك كامل راهي دخلت للجزائر، الادويه هذه كامل اللي راهي اساسيه بور لا سيكوريتي سانيتير تاع الجزائر، على حساب احصائيات اللي مدوها لونوب لورغانيزاسيون تاع لي برودكتور ناسيونو، رانا نتكلموا على حوالي 70 حتى 75% من احتياجات الادويه في الجزائر راهي مصنوعه في الجزائر. التطور الحاصل في انتاج الدواء محليا برز أكثر خلال جائحة كورونا، جائحة دفعت الجزائر لبذل جهود من أجل التصنيع وتلبية الطلب الوطني، ما ساهم في تقليص فاتورة الاستيراد. احنا نديروا كاع المجهودات تاعنا باش نقصوا من فاتورة الواردات، وهذا تتماشى يعني مع التوجيهات تاع الدولة الجزائرية. لما كنا في جائحة الكورونا قدمنا كل المجهودات الجبارة، كل المجهودات اللي كان لازمنا نديروها باش نوفروا الدواء الأكثر يعني مطلوب في الجزائر اللي هو الفاغينوكس. 150 مشاركا بين مهنيين ومخابر إنتاج الدواء محليا سجلوا حضورهم في الطبعة 17 للصالون الدولي للصيدلة، عدد يعكس مدى الاهتمام الذي يوليه المستثمرون الجزائريون بسوق الدواء. اليوم حضور 150 عارض، معظمهم مخابر محلية وطنية محلية، وبعض المخابر الأجنبية، وبعض الشركات حول الصيدلة، وبعض الشركات الناشئة والابتكارية. قفزة نوعية تعرفها الجزائر في إنتاج الدواء، فها هي اليوم تنجح في صناعة أقلام الأنسولين لتدخل بذلك مجال منتجات التكنولوجيا الحيوية، وتضع حدا للاحتكار الذي كانت تمارسه بعض المخابر الأجنبية.